مساء هذا اليوم سن الحقائق مع هذه الأثار الحاضرة في أرضية ميدان المرموم في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والشيق، مشاركات فعالة وانطلاقات جميلة ورائعة. ينطلق الشوط الرابع عشر في أشواط مساء هذا اليوم، هذا الشوط الخاص بالجعدان الحقائق، يحمل شعارات خليجية جميلة أتت من أجل المشاركة في المرموم في مهرجان سمو ولي عهد دبي. في هذه الانطلاقات الجميلة انطلق الشوط الرابع عشر، انطلقنا مع المراكز الأولى لنتعرف على المقدمة، والمركز الأول يقود الشوط كفو يتقدم محمد بن حمد بن سيف المزروعي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني نشوف ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. المركز الثاني ثاني المراكز ربدان سالم بن يابر بن عبيد بن هياية المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز شاهين سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر تدخل الأسماء باخذ الخامس اللي هو مرحب، تعود ملكية الحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي، بينما هناك أيضا يتواجد شاهين محمد بن حميد بن علي الدرعي. في المركز الخامس المركز السادس سادس المراكز وصل خطير لهادف بن خلفان بالضحاك المنصوري. والمركز السابع سابع المراكز أشوف الدخول في هذه اللحظة من شاهين ياتي سريو بالصمغة العامري يتقدم. المركز الثامن ثامن المراكز وهذا الوصول من قبل ناصي سالم سعيد بن عمان المهيري. المركز التاسع تاسع المراكز خلك مروح سهيل بن راشد بالشاوي الغفلي. والمركز العاشر عاشر المراكز هذا الباز سلطان بن سالم بن رحمة الشامسي. هذه النتيجة للعشرة المراكز من الجعدان في الشوط الرابع عشر في هذه الأسماء في هذه الشعارات في هذه المشاركات القوية في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. ونعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول مرة ثانية بعد العشر، ولكن يا الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء، يقود الشوط من البداية حتى هذه اللحظات اللي هو كفو محمد بن حمد بن سيف المزروعي. ولكن الغدوم من المركز الثاني شاهين سريو بالصمغة بالسريو العامري يتقدم السريو بالصمغة يقود المسار راح إلى ناموسي هذا الشوط. لوحة الإعلان أهل الظفرة بن عمان سعيد بن عمان المهيري غادم، ولكن شوف الغدوم خطير هادف بن خلفان بالضحاك المنصوري بالضحاك، وشوف اللي غادم الله يا مبلش مبارك بن راشد بالحبال الاكتبي وواصل الواعي سالم بن عبيد بن مبارك يا سلام الموقف حساس خطير للغاية. صدرت الأوامر طارت الجعدان شوف اللي غير الواعي الله يا أحمد بن عبيد بن مبارك أو سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي الواعي على المقدمة، ولكن لازالت الأمور والهجوم وارد والتحديات واردة. هذا خطير لهادف بن خلفان بالضحاك المنصوري، شوف اللي وصل 63 هذا وصل مليح خميس بن سالم بن حبيب الهشامي، ولكن أهل العين أهل الطوية سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي
يعلن الفوز. تهانينا لعبيد بن مبارك، تهانينا لأحمد بن عبيد، تهانينا سالم بن عبيد بن مبارك الواعي. سالم بن عبيد تسلم يمينك على الفوز والناموس. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز مليح لخميس بن سالم بن حبيب الهشامي، حل في المركز الثاني. الثالث المركز الثالث من وصل في الهادف بالضحاك المنصوري. والمركز الرابع، المركز الرابع ما شاء الله تبارك الله وصل مبلش لمبارك بن راشد بالحبال الكتبي. والخامس الرقم 66، هذا 60 نعم اللي وصل في المركز الخامس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي او متعب بن حمد بن متعب العامري. هذه النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا، وتهانينا لسالم بن عبيد بن مبارك في التوقيت الزمني 5 دقائق 50 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. سلام الطوية في العين، سلام على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني، التوقيت الزمني للمركز الثاني 5 دقائق 51 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. مشاهدين العزاء اللي أتى في المركز الثاني اللي هو مليح لخميس بن سالم بن حبيب الهشامي. والمركز الثالث مشاهدين العزاء 5 دقائق 52 4 أجزاء من الثانية من أتى في المركز الثالث اللي هو خطير لهادف بن خلفان بالضحاك المنصوري. هكذا كانت النتيجة.